أنا غني أيها الأسطراري، بس عاد الأول يد واسمه هنا جنبي، عندي في الواتشاب بعض في يلعب حديد دايب عبدي بنتي 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 اللمبي موضوعي بقى طرطة وبنكو فيه صبري حمولو للتاريخ اللمبي ايه بحكي لهم أساطير الهيل اللي ما بزيهو ما وتتتت تيعة تتت هتلم تسمع بقيه الحكايه. انا جاي لك ليه؟ عايز اي منبه كده اخده عشان اكمل الحدوته. فعلا معاك حق يا عباس، لان خطر جدا ان قطاطة تخترع حكايه تكون احداثها من خلال اخلاقها وسلوكها. ايوه بس انت اللي شرط عليا بكده. ايوه بس انا كمان كنت متصور انك هتقوم بدور الرقيب اللي يوزن الكلام اللي بتقوله قطاطة قبل ما يدخل ودان لميس وتسمعه وعقل هيقبله، لكن طلعت انك بتنام من اول الجلسة. عليه العوض ومنه العوض عليك يا لميس. ده ايه المعلومات الجامدة دي؟ ده ايه المعلومات التحفه دي؟
في معلومات كده برضو، المعلومة ماسكة نفسها وفي ثقب الدليل. نعم قصدي دي يعني المعلومات دي يا أستاذة سنية هتكون بداية انطلاقة لدفاع متين يضحضح كل الشبهات، ويضحض دي جاية من فعل ضحضة، ضحضة يضحض، نضحض كل الشبهات ويبرئ الست قطاطة بإذن الله. أنا صليت صلاة استخارة وقلبي انشرح، نمت على جنب اليمين وحلمت حلم جميل، شفت قاضي جاي من بعيد لابس أحمر فخضر ووشه بشوش بيضحك، قال لي يلا يا رامي دافع يا رامي اكسب القضية يا رامي، وقمت من النوم. بسم الله ما شاء الله، قلبي انشرح وقلت لازم استأنف. بقى انت صليت الاستخارة والقاضي بسك من قرطه وقال لك يلا يا رامي خش يا رامي اكسب القضية على طول. ايوه في حاجات تانية حصلت في الحلم بس مش هينفع احكيها لانها كرامات للبني ادم. مال الاستخارة ومال الاستئناف؟ مالهم؟ مالهم الاتنين دول ببعض؟ يا شيخ رامي الاستئناف بيبقى خلاص في حكم الفرد بالنسبة اللي اتقبض عليه واتسجن ظلم زي الست قطاطة. لا اسمحيلي، الاستخارة دي في أي فعل يقدم عليه البني آدم من حقه انه يصلي استخارة، بعدين انت بتحبطي من أدائي ليه كده؟ اتفضلي اتفضلي شوف أنا عملت إيه؟ اسمعي، من حق من يتم الحكم عليه في جنحة نصر أن يتقدم بطلب لمأمور السجن المحبوس به لتمكينه من الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام. معناه إيه الكلام ده؟ بتسأل أنا معناه إيه؟ لا أنا بستشهد، يعني معناه إيه الكلام ده؟ أجاوب أنا بقول لك معناه الكلام ده إن إحنا من حقنا نستأنف في القضية يا ست سنية. أيوة أنا فهمت، وأنا العظيم فهمت يا شيخ رامي، قصدي يا أستاذ رامي، فهمت إن ربنا يعوض علينا براءة الست قطاطة. حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ فيك. ليه بس؟ لأن العشر أيام عدوا أول امبارح. شفتي؟ يعني أنت لو كنت جيتي أول امبارح كنا استأنفنا القضية، لكن كل حاجة رامي 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 ما تبصش لتصرفاتك يا سنية. تصرفاتي إيه؟ هو مش أنت القاضي وده شغلك؟ أنا قاضي إيه؟ أنا المحامي وده شغلي. أنا آسف يا جماعة، مفيش حاجة مفيش حاجة. خلاص خلاص يا ست سنية، أدام أنت شايفة كده أنا أقعد مع نفسي. وهستأذن. والقهوة ما شربتهاش، راجع نفسك يا سنية هاني. ست قطاطة، ست قطاطة، انت يا ست قطاطة. ارد مساحب ميتك، انت مساحب ميتك؟ عايزة ايه؟ قومي وفوقي كده وطرطقي ودانك واسمعي على اللي هقولهولك واللي شفته واللي سمعته. ايه ده حصل يا رد؟ شفت محصورة وقاضية وشوية الدلاديل بتوعهم عمالين بيتودودوا في السر، وقالوا ايه؟ قالوا سلامات كلها يومين وتشرف على هنا. كده بس؟ ايوه. وانت يعني جاي 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 تبلغيني تبلغيني خبر حلو كانك بتفرحيني بفرح بنت اختي. يلا قومي يلا يلا امشي اكتب معاها. اصبري لما اكمل لك اللي عندي. كملي ايه؟ كملي. قالوا ان سلامات جايه وناويه على الشر لوحدها هنا في قلب السجن، ومش هيعدي يومين يا تكون انتحرت يا اتجننت. جينا بيلخبطك ويلخبط اللي جايبيني كده مش من هنا. الله، وانت زعلانه ليه؟ مش انت بتقولي عليا ان انا هتجنن اهو. الله، مش انت اللي عليكي القصد والنيه، هما كانوا قاصدين المعلمه ام ياسر. ام ياسر؟ ايوه. يا اختي ده موضوع جديد ده. شفتي؟ واحدة غيرك كانت تبوس ايديا بدل ما انت عمالة تقتتيني كده. من رياك عليا يا اختي، حقك عليا، لازم يجيك ابوسة. لازم يجيك قلبي، امشي امشي وعاتي قلبي ولا تعال تعال اسمعين. ايه؟ تعال دكتور. يا عباس مش كده ابدا، ما يصحش، عيب. انا ما عنديش وقت، مش فاضي. مش فاضي انت بتعمل حاجه؟ فهمني بس دلوقتي ايه، انا عايزك تركز معايا قوي. اعتبر ان ده مثلا كشف مستعك، كشف خصوص، كفت طلباتك مجاب. عايز ساعه، حاجه سخنه، عايز بيبسي، شاي، قهوه، سجاير، شيش، اي حاجه في الدنيا. المهم ما تتنقلش من قدام المنظور ده. انا عايزك تراقب قطاطة في كل حركة بتقولها، وعايزك تسمع كويس قوي الحواديت اللي بتقولها اللميس والاثار السلبية التي قد تكون في هذه الحكاية على البت لميس، فاهم؟ يا عباس بس بس بس، هي 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 قطاطة دخلت. بص،
الورد يكون كله كسر الجناجل وزمعنا انت النجر ده منا يا ده الاسمراني بطاطا شوفي كده صح؟ ايه ده؟ ايه؟ دي مش دي؟ ايه دي مش دي اللي هي ايه؟ هي دي مش دي وخلاص. ايه يا بطاطا ده اسمك؟ اسمي ايه؟ انت يا اختي اسمك عليك دي كنت بتشتغل مزرع ولا صحراوي؟ صحراوي ايه؟ انا كنت في الناشونال سيستم عادي. ناشونال سيستم؟ نشلو سيستم؟ ايه نشلو سيستم دي كنت نشلين؟ عادي كنا اولاد وبنات مع بعض. دخلي؟ اصلاحية يعني؟ اصلاحية؟ لا مدرستنا كنا اولاد وبنات مع بعض يا قطاطة. ايوة مولاد وبنات مع بعض ايوة بس مثلا في اصلاحية. ايه بقى انت عملت التريقة عليا وما قلتيش ايه الغلط اللي انا عملته ده؟ اقول لك انا ايه الغلط؟ ها؟ فين اللوحة؟ اهي اللوحة؟ ايوة هي دي. ايه بقى الغلط؟ الغلط دي من اسمي ايه؟ مش كده اسمي؟ اسمي ايه؟ قطاطة. اسمك ايه؟ قطاطة. ايوه طب دي مكتوبة ايه؟ قطاطة. شفت بقى قطاطة غير قطاطة شفت دي؟ طب يعني اعمل ايه؟ لا دي مش دي عايزة القاف غلط. ايوه ليه؟ القاف غلط ماشي دي بقى غلط عايزة بصي عايزة واحد كده ماشي؟ الف ماشي واحد الف ايوه العادي ده عايزة واحد وفيها حمزة. حمزة حمزة مين؟ حمزة قصدك همزة. همزة اللغة العربية همزة؟ همزة بلغة عربية؟ اه همزة ماشي. طب ممكن تكتب ليه همزة الكلب؟ ايوه صح كده؟ كده ايوه همزة الكلب كده واقفة. قطاطا انا مش عارفة. طب بليز تيك ذا بين اند رايت ات. قطاطا تيك ذا بين اند قطاطا خدي كده. انت بتتكلمي في حاجة؟ قطاطا امسكي القلم واكتبيها. انت بتتكلمي في حاجة؟ ايوه بقولك تيك ذا بين اند رايت ات يعني امسكي القلم واكتبيها. انت بتتكلمي بالانجليزي يعني؟ معلش خلاص. ما انت بتتكلمي شغالي ماسكة قدامك نوتة بتاعت مزيكا. اعمل ايه بقى؟ يلا اكتبيها بقى. اكتب؟ اكتبي لي الالف. ماشي. بدا الف اهو. قطاطا. ماشي بقى. هو انت مدرستك كانت ناشونال برضه ولا اي جي ولا امريكان ولا ايه؟ ايه قطاطا مدرستك كانت ايه؟ بكلميني؟ ايوه. لا مدرستي؟ اذا لا بيا كانت مدرستي دي احنا كنا اول مدرسه اتنشأت في التاريخ. دي كانت مدرسه رع. يعني كنتوا ولاد وبنات برضو؟ ما كانش تفرق لان في الفتره دي البنات كانت شكل الرجاله بالظبط. مش فارقه يعني. وكان بقى ايه؟ الوضع على مقامك كان حته كان في كده سور طويل كبير وفيه سلك وفوق السلك فيه ابراج وفيه عساكر واقفه كده اهو هنا وهنا وهنا ومسكين بنادق والمعمور قاعد في قلب القبه والعنبه بتاعته كده واللي كان يتاخر يا خبر اسود ايه؟ اول ما يخش على الباب كده ويقوم متاخر ويقوم ضاربينه بالنار يموت. انا عشان ما يعملش كده تاني. يعمل كده تاني ازاي؟ مات قتلوه. ايوه ويجي بقى تاني يوم بيجي بدري عشان ما يموتش. طب وانت اتأخرتي قبل كده؟ مرتين. موتوكي؟ مرتين. دي مكيدة. انت تضحكي عليا واقول لك في كلام نسوان في الليفنج. ايوه طبعا ما كلام نسوان في الليفنج هو في كلام كده. ما تيجي ناكل بقى. انا قاعدة عامل. عايزة ايه؟ هتيجي بطاطس مسوية محمرة. ماشي. ماشي؟ وهتيجي ايه يا عمو الله كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك ككبش في ده يعني ايه فاكرني عروس النيل انا كانوا في المضارب وما هي المضارب اماكن لممارسه المجون يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده انت اللي هتجيب لي مجون مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده وادي الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته اللعنه عليك ايها الليمبي تبا لك حيث لا يجد من يخلصني منك ثق
لأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه اللمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا لمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى مرحى مرحب بيك أبو منة. أبو منة على دماغك. ربنا يخليك أبو منة حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله، يعني عشان كفار كفار يعني من على جهنم. ايه يا عمور، ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى يا قوم. ايوه يا قوم، ما هم قاعدين. ما تخلص. اللمبي لم يعد منذ الآن عبدا من العبيد، إنه من صلبي وحفيدي، وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم اللمبي بن باني مهروس. أباه عمو. يلا بقى قول لي بقى، كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القارئ يا عمو، هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنه اخي هند، وعليك ان تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني، طب انا يعني عايز اتجوزها، بعمل ايه؟ يا قوم. أوه. ساخدمك ساخدمك. هتخدمني ايه بس؟ ساخدمك يا قوم. لقد طلب مني اللمبي الان. ايوه. يد هند ابنه اخي، ولكنني لم ارد عليه، وساسال هند. يا عم لما ارد عليك ايه؟ وانا بكلمك في النبيض، سيبنا انا ازيع هذه الفكره. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند، وسنتزوجك سنتزوجك. وصلي صلي صلي النبي، صلي صلي ما يصلي، صلي أبو أرمني، صلي أمو الهدية، صلي عالقدر عالقدر عالقدر، زرخة بعدت بديك قاتلها، شيلينين شيلينين شيلينين، وقع مني شيلينين، الحسة دي هي شيلينين، دوروا معايا بنتك حلوة. إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز هريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. هن. امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك. نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه ده؟ يبقى جدي 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو، انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هن اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند. نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج.
شايفة رأيت المياع في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنزنه قليلا بالخارج. أيوة تقول الشباب بقى وانت عارف بقى وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن 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 ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر نتأخر لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش أم تريد خيمة على المحارة أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفرح ونبكر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده ينفع مؤذن؟ خلي بالك. يعني نتكلم عند عضنا البعض احنا الاثنين. حس ان انت مش مبسل، مش فاهمة منفذ بقي. لا افهمك ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام من أنا كنت بتكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني، أغثني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى، وسخوا بقى، بطلوا وسخوا بقى، ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا يا لمبي؟ إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. في واخدة بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخدك كده على كورنيش. لمبي لمبي فاكر عم عبده؟ كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وأفرجك الميعادي. واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطة الطريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. اغفر لك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. لمبي اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا عايز اتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامه. وقولي لي ايه بقى؟ قولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلامه في خير، وقولي لي خير في سلامه. حسنا فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافيه. كلام شنيل يعني خير في سلامه وسلامه في خير. حلو. ودلوقت بقى انا رحت لعمه هريسه واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه الطرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزين انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين، او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين، أو كيف أرفض 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 يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف النظام عندكم إيه بقى؟
عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده ما بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكوا، خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وانا سأعمرها. ايوه، يعني انا هجيب الحطب والميتين وان انتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا سأعمرها، اي انني سأسكن فيها فقط. طب وليه البلطجة دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رمية الجتة دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالي انا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي، لا تتلكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبا، ها؟ تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده، يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه، هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. كنتي بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلسوا وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عارف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عرف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمه، اي الخلوه، ايوه، ثم تضع الزوجه ايوه قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم ياكلوا معا اكله معينه لهذه الليله. عارفه دي اكله الاتفاق، حله الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني ايوه وانجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وانجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام الزعرب ينفخ واجيب عيل. نعم عمي هريسه، امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم بشويه خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟ أمك جابته من زعرب واحد، أنا عاجلك في بيت الدخلة معايا الزعربين. ليه؟ ده أنت طلعتي انصري يا هند، إن الدنيا تضحك لينا، انصري انظري انصري إلى الكرم. نظرك بالكرم. أتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. أيوه أيوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم، إنه معوج. معوج. معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك، فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسال عنك. يا عمو انت لسه هتسال؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبه بخمسه جنيه وبناخد عليه حمار هديه كمان. وما هي الخمسه جنيه؟ عباره عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر. بلى بلى. ولكني اصدقك القول يا ولدي. ايوه. انني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من الساده ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، أنت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ في مبابة ببيع كاوي وركب.
ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة، طب حلو ده. المهم أنت في النهاية أنت هتجوزني النودة ولا مش هتجوزني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وأنا هتجوزك أنت؟ هي أهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليلة الدخلة. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليلة الدخلة. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكوا مفيش تربية. البنات شاردة كده وأي حد. طب هل بما ان الأخلاق عندكوا كده هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، أتجرؤ أن تقبلها أمامي؟ عندما أخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وتتعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى أوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا هند.